حلقة مشاهدينا نتابع أهم أنباء المال والأعمال. فاطمة خليل والمزيد من التفاصيل والأنباء الاقتصادية إليك فاطمة. شكرا ليلى عمر، شكرا إيمان منصور، وأهلا بكم مشاهدينا وجولة اقتصادية جديدة. شهدت فنادق الغردقة توافدا كبيرا من المواطنين لقضاء إجازة عيد الفطر المبارك على شواطئها بمشاركة السائحين الأجانب، حيث شهدت المدينة رواجا كبيرا وارتفاعا في نسبة الإشغالات. رواج كبير شهدته فنادق الغردقة مع حلول عيد الفطر المبارك وسط برامج ترفيهية للنزلاء المصريين والسياح وتنوع الأكلات. استقبلت فنادق الغردقة عددا كبيرا من الحجوزات خلال عيد الفطر، استشهد إجازة العيد ارتفاعا في نسبة الإشغالات لتصبح جميع فنادق المدينة كاملة العدد بحسب أحد مدير الفنادق الذي أوضح أنه تلقى عددا كبيرا من الحجوزات بنسبة إشغال 100% خلال أسبوع العيد. احنا الحمد لله بنقدم مظاهر مختلفة عن كل سنة، وبنحس النزيل يحس ان هو مفيش فرق بين البيت ومظاهر العيد عندنا في الفندق. من اول مدخل النزيل او في منطقة الاستقبال هتلاقي مقدمين ان شاء الله كحك وبوديفور وكل الحلويات الشرقية، فالجسم ما بيحسش بأي فرق. كمان ما بيجي ننزل مطاعم بنقدم اكلات مختلفة اللي هي الخاصة بالعيد زي الفسيخ والرنجة زي اللحمة الضاني زي الفتة. ارتفاع نسبة الاشغالات يرجع الى ارتفاع معدلات حركة السياحة الداخلية خلال العيد، وذلك بالتزامن مع ارتفاع معدلات حركة رحلات الطيران السياحية الخارجية، ورفعت الفنادق درجة الاستعداد القصوى لاستقبال آلاف السائحين، كما جرى رفع حالة الطوارئ بالقطاع السياحي طوال فترة إجازة العيد. عاملين حساب ان احنا طالعين من رمضان، عاملين الصبح كده برضك استيشن برضك للكحك والغريبة والبسكوت والكلام ده كله، الحمد لله كله موجود. وبرضك الجست برضك جميع الجنسيات بتحب انها تنزل مصر، لازم برضك بتحب تدوق الأكل المطبخ المصري بتاعنا والأكل الشرقي بتاعنا. المنتجعات السياحية شمال الأحياء أعلنت اكتمال عدد السائحين خلال العيد رغم ارتفاع الأسعار، حيث بدأت الحجوزات لأيام العيد قبل الأسبوع الماضي لاختيار الغرف المناسبة والفنادق التي يفضلونها. ذكرت وزارة البترول أنه يتم حاليا تنفيذ عدد من المشروعات الجديدة ضمن الخطط القومية للبتروكيماويات باستثمارات تبلغ حوالي 1,400,000,000 دولار، منها مشروعات لإنتاج الألواح الخشبية متوسطة الكثافة والإيثانول الحيوي ومشتقات الميثانول والسيليكون المعدني. هذا وشددت الوزارة على الاستمرار في تحقيق الأهداف الاستراتيجية الوزارة لتلبية احتياجات السوق المحلي من المنتجات البترولية والبتروكيماوية وتصدير الفائض، وبهدف مشروع تكنولوجيا الأخشاب الجاري تنفيذه في مدينة إدكو بمحافظة البحيرة لإنتاج 205,000 متر مكعب سنويا من الألواح الخشبية متوسطة الكثافة. في أسواق البترول العالمية ارتفعت أسعار النفط مدعومة ببيانات اقتصادية قوية في منطقة اليورو وبريطانيا، وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 69% لتصل إلى 81.66 دولار للبرميل، كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 65% مسجلا نحو 77.87 دولار للبرميل، كما ارتفعت أسعار المازوت عالميا بنسبة 12% لتصل إلى $2.48 للتر. في المقابل انخفضت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 71% لتسجل نحو $2.23 لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. وقعت حكومة ألمانيا ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية اليونيدو اتفاقية بشأن مساهمة ألمانيا بقيمة 3 ملايين يورو في مشروع تطوير الإمكانات الصناعية والسياسات والتشخيص من أجل التعافي الأخضر لأوكرانيا. وأعلنت العديد من الدول بالفعل عن استعدادها لتقديم الدعم المالي لإعادة إعمار وترميم الطاقة والبنية التحتية للنقل والمرافق الصناعية التي تضررت أو دمرت بالكامل نتيجة الهجمات الروسية. وينص مشروع اليونيدو على إجراء البحوث والتشخيصات في الصناعة لا سيما في مجالات كفاءة الطاقة والاقتصاد والطاقة الخضراء وتحسين معايير الجودة.
مشاهدينا نهاية هذه الجولة الاقتصادية، عودة مرة أخرى لإيمان وليلى لاستكمال ما تبقى من السادسة. شكرا لك فاطمة.